بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله في عرض منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الأول. قدامنا أول ورقة مراجعة على ما سبق دراسته في النحو. طبعا إحنا أخذنا دروس في النحو من سنة ثالثة ومن سنة رابعة، زي الجملة الاسمية والجملة الفعلية وظرف الزمان وظرف المكان والضمائر، المتكلم والمخاطب والغائب، وغيرها من الدروس وأسماء الإشارة وغيرها من الدروس. يا جماعة طبعا الورقة اللي بتحطها حضراتكم ديت فيها قطع نحوية أو عبارات نحوية عليها أسئلة. أتمنى يعني إن الحل للقطع ديت والأسئلة اللي عليها، لأن فيها إفادة ومراجعة لكل اللي فاتنا. تمام، انتوا عارفين ان النحو ماده متصله من ثالثه ابتدائي لحد ثالثه ثانوي. وعشان ما اضيعش وقتكم في الورقه الاولانيه وكده، هندخل على دروس المنهج بتاع الصف الخامس نشوف فيها ايه باذن الله. طيب أول درس معانا من دروس الصف الخامس الابتدائي درس نحو المثنى. المثنى يا جماعة وما دل على اثنين أو اثنتين. المثنى للمذكر وللمؤنث، فعشان كده قلت هو ما دل على اثنين، وقلت هو ما دل على اثنتين، اثنين للمذكر واثنتين للمؤنث. فالمثنى يا جماعة يعني اثنين اثنين. نكمل التعريف مع بعض، بنقول هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او يا ونون على المفرد. وجايبين امثله قدام حضراتكم، بنقول مثلا كلمه طبيب، طبيبان وطبيبين، مهندس، مهندسات ومهندسين، عام، عامان وعامين، مزرعه، مزرعتان ومزرعتين. واحد يقول لي طب يا مستر امتى حضرتك احط أضيف الألف والنون على الكلمة المثنى، وإمتى أضيف لها ياء ونون؟ يا جماعة مش المثنى بس، لا، المثنى وإعرابه. المثنى وإعرابه، واحد يقول لي المثنى إعرابه إيه يا مستر؟ المثنى إعرابه يا أخوانا ينطق بالألف وينصب ويجر بالياء. أقولها تاني، المثنى يرفع بالألف ويجر بالياء. واحد يقول لي طيب احنا كنا عارفين من رابعه ابتدائي ان مثلا الحاجه بتترفع بالضمه، وزي ايه؟ طب ايه يا مستر اللي بترفع؟ اقول له على قد مستواك لحد دلوقتي، الانتقال من سنه رابعه لسنه خمسه، ثلاث حاجات يا اخوان بتترفع بالضمه: المبتدأ، الخبر، فاعل. المبتدأ، الخبر، الفاعل. طب ايه يا مستر اللي بيتنصب؟ اقول له اللي بيتنصب هو حاجه واحده خدتها في رابعه ابتدائي، المفعول به. واحد يقول لي طب يا مستر ايه اللي بيتجر؟ اقول له هي حاجه واحده خدتها برضه في رابعه ابتدائي، الاسم المجرور بحرف الجر. الاسم المجرور بحرف الجر. طبعا كانت العلامات اللي احنا عارفينها للرفع والنصب والجر كانت ضمة، النصب كان الفتحة، والجر كان الكسرة. لكن دلوقتي أنا عندي المثنى دوت هياخد علامة رفع جديدة خالص، اللي هي ألف، هياخد علامة نصب وعلامة جر جديدة خالص اللي هي الياء. طب ما تديني أمثلة يا مستر، من خلال أمثلة نعرف ونوضح الكلام اللي حضرتك بتقوله. يا سيدي نقول عاد الرجلان من عملهما. طيب الجملة اللي قدامك ديت لازم احدد نوعها، اسمية ولا فعلية؟ يا مستر دي جملة فعلية. طيب الجملة الفعلية بتتكون من ايه؟ من فعل وفاعل، وممكن يجي مفعول وممكن ما يجيش مفعول على حسب نوع الفعل. تمام؟ طيب يقول لك عاد فعل ماضي مبني على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، من عملهما، من حرف جر وعمل اسم مفعول من الكسرة،
تمام. هما ديت ايه يا مستر؟ هما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، لسه يعني ما مش مقرره عليك ولسه تعرفها بعد كده في المستقبل. طيب ايه كان يا مستر؟ اديك مثال. حاضر يا سيدي، نديك مثال. نقول قرات قصه، فين المثنى هنا؟ قصتان، فقصتين هنا يا مستر فيها ياء ونون، عارف ايه؟ تعرف مفعول به، مفعول به ماله؟ الوصول وعلامة نصبه الياء للمثنى. يا جماعة لو سمحتوا، ما حد يعرف، ما ينساش حكاية المثنى، ما ينساش كلمة المثنى، عشان ديت بتعرف الراجل اللي بيصحح الكلام بتاعك ان انت فاهم ليه دوت اترفع بالالف، ليه اتنصب بالياء، ليه اتجر بالياء. طيب سمعت عن شخصيتين الجملة اللي بعدها. طب لو سمحت يا مستر ممكن ترجع تاني للمثال اللي قبل كده اللي هو قرأت قصتين، ماله في ايه؟ طب ما تعرف لي قرأته، فعل ماضي مبني على السكون. ليه يا مستر مبني على السكون؟ هو الفعل الماضي بيتبني؟ اه الفعل الماضي بيتبني، بس انا ما خدتش الحكايه دي لسه، تاخدها بعد كده وتعرفها. فقرأ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. تاء الفاعل دي بتتعمل ايه؟ تاء الفاعل ديت ضمير مبني في محل رفع فاعل. تاء الفاعل انا بقول قرأت، أكلت، شربت، نمت، قرأت، تمام؟ بكلم فيه عن نفسي، بكلم فيه عن نفسي، عن نفسي انا. اديني مثال كمان يا مستر. بس حقت الجر، يعني انت جبت لنا مره مثلا اهو فاعل مفعول به. طب ما في حقت الجر، ما انت عارف طبعا حقوق الجر يا جماعه في رابعه ابتدائي ما فكرنا بيها كده يا مستر. ماشي يا سيدي، فكرنا نقول الى، عن، على، في، الباء، الكاف، تمام. طيب سمعت عن شخصيتين، فين شخصيتين؟ من شخصيتين دي يا مستر؟ عليها ايه شخصيتين دي يا سيدي؟ اسم مجرور بعن على الرياء لانه مسمى، تمام. طيب مثال كمان عشان نوضح الصورة تكمل قدامنا. نقول البحر يومان، يوم لك ويوم علي. طيب فين المثنى اللي موجود في الجملة؟ كلمة يومان. طب ايه؟ البحر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، جملة اسمية، اسم البحر مبتدأ مرفوع علامة الضمة، يومان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ديت الأمثلة اللي بتوضح لنا الإعراب المثنى. وقلت تعريف هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد. أهو شايفين القاعدة يا جماعة اللي إحنا قلناها في الصفحة اللي فاتت، تمام. هنلاقي الرفع، الرفع للمثنى بالألف، هنلاقي النصب، هنلاقي النصب للمثنى بالياء، هنلاقي الجر، هنلاقي الجر للمثنى برضو بالياء. مثلا عندنا أمثلة اهوت على الرفع، بنقول الصديقان مخلصان. هنا الصديقان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وكلمة مخلصان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قلنا مثل عاد الرجلان من عملهما أعربنا قبل كده. نيجي للنصب، النصب الياء، قرأت قصتين، أعربنا كلمة قصتين في الصفحة اللي فاتت. نيجي في مثال تاني، زار الرئيس مدينتين، زار الرئيس مدينتين. زار دي جملة فعلية طبعا، زار فعل ماضي مبني على الفتح، الرئيس فاعل مرفوع عن الضمة، مدينتين خبر مدينتين آسف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، تمام. مدينتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى زار فعل ماضي مبني على الفتح، الرئيس فاعل مرفوع الضمة، مدينتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجر يا جماعة المثال سمعته عن شخصيتين كده في الصفحة اللي فاتت، وعندكم أمثلة متنوعة في المثنى
واقراها مكتوب قدامك.